للمزيد من التفاصيل والنقاش حول جهود التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية انضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ أحمد موسى وهو عضو التحالف. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك في البداية ورمضان كريم. رمضان الله أكبر. لو إحنا بنتكلم على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من بداية شهر رمضان والمخطط له في باقي الشهر إن شاء الله. طيب الحقيقة ان احنا يعني دايما شغلنا بيبدأ يمكن في رمضان يبدأ من قبله بشهرين او ثلاث شهور بنكون شغالين على بحوث الاستحقاق ونشوف الاسر اللي هي بتبقى اكتر اسر محتاجة للتدخل بتاعنا سواء بقى وجبات او كراتين غذائية او حاجات مختلفة بنقدر نقدمها لهم في خلال شهر رمضان. من قبل دوت احنا بنبقى شغالين بنبدا ان احنا نبحث الحالات وبنبدا ان احنا في نفس الوقت بنشتري السلع اللازمه. والحقيقه احنا بنبقى عندنا اكتر من طريقه لتقديم الخدمه. الطريقه اللي هي التقليديه اللي هي الكرتونه الغذائيه بمكوناتها باحجام مختلفه، في كراتين بتكفي الشهر كله، في كراتين اقل شويه على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب الاحتياج. وفي طريقتين تانيين يمكن احنا استحدثناهم يعني كصناع الحياة يمكن من فترة من ايام الكورونا. كان الفكرة ظهرت لما كنا عايزين نشتغل على منع التزاحم، وان احنا كان صعب جدا ان احنا نكون بنجمع متطوعين علشان يعبوا كراتين ونوصل الحاجة في الوقت ده. فبدأنا بطريقة بنسميها المساعدات الذكية سواء بحاجتين. الطريقة الاولى اللي هي كروت الخير، ان احنا بندي للمستفيدين الكروت وبحيث ان هم من اقرب سوبر ماركت يروحوا ياخدوا الحاجه اللي هم محتاجينها او منفذ التمويل. في طريقه ثانيه ودي يمكن صناع الحياه كانت اشتغلت عليها بشكل كبير جدا، هي الاكواد الالكترونيه، ان احنا بنبعت على التليفون على الرساله فيها الكود الالكتروني ويروح المستفيد معاه كود الكتروني وبيدي للتاجر الرقم القومي بيدخلهم على مكنه المدفوعات الالكترونيه فبيظهر له القيمه اللي هو يقدر يشتري بيها الحاجه اللي هو محتاجها. الحقيقه الفكره دي كانت بتحقق حاجات كتير، منها حريه للاختيار ان هو بيختار زي ما حضرتك عارف الكرتونه في الاخر بيبقى فيها حاجات محدده صحيح. لكن الطريقه دي بيقدر ان هو يختار اللي هو محتاجه. النقطة الثانية ان احنا بننشط بطريقة او باخرى حركة التجارة اللي موجودة في القرية او في خلال ان احنا بيبقى التاجر ده بيقدر ان هو يبيع اكتر ويشتغل اكتر. فالحقيقة احنا شغالين على الثلاث افكار، لو بتكلم كتحالف بشكل عام شغالين على الثلاث افكار، لو بتكلم على صناع الحياة احنا شغالين على فكرة الكرتونة وبنشتغل على فكرة الاكواد الالكترونية. والحقيقه في منافسه كبيره جدا في الخير ما بيننا وما بين يعني كاعضاء للتحالف كلنا، ان احنا ازاي يعني بنحسن او بنوصل لدرجه من الاحسان معينه في تقديم الخدمه اللي احنا عايزين نوصلها للمستفيد. لان بنشوف ان الخدمه دي احنا مجرد وسيط ما بين المتبرع الكريم وما بين المستفيد اللي ده حقه يعني. طيب استاذ احمد، يعني عشان نقدر ان احنا نوصل لاهلنا في مناطق جغرافية متنوعة، يعني فكرة تحقيق العدالة الجغرافية ان انا اقدر ان انا يبقى في حصر الاعداد المستحقين وان يبقى مفيش اكتر من اسرة بتاخد من اكتر من مصدر، يعني ممكن شنط رمضانية او كراتين رمضانية او وجبات ساخنة وفي اسر تانية ما تقدرش ان هي توصل او تاخد اي حاجة، زي انا بقدر احقق العدالة سواء كانت العدالة الجغرافية أو العدالة نفسها في التوزيع الخاص بكل هذه العناصر أو النماذج يعني منحصرة في توزيعات رمضان بشكل أو بآخر، ده إزاي بيتحقق على أرض الواقع؟ تمام جدا، الحقيقة ده سؤال كويس جدا، والحقيقة إن هو ده بالضبط فكرة التحالف. يعني لو حضرتك بتقولي يعني بتساليني التحالف ده معمول ليه او ليه احنا سعينا كلنا كمؤسسات موجوده ان احنا نبقى مشاركين في تاسيسه، فكره بالظبط ان احنا ازاي يبقى بيننا وبين بعض تبادل للمعلومات وتبادل للداتا اللي ما بيننا بحيث ان احنا ما نركزش على مكان معين دون الاخر، وهي دي الفكره الرئيسيه اللي احنا بنشتغل عليها. في الحقيقه احنا عندنا شكلين برضو من اشكال التنسيق على الارض
كمؤسسات للتحالف. في مؤسسات بتجتمع او بتشتغل بشكل كبير على الجمعيات القاعديه، يعني احنا بنشتغل مع جمعيات كتير. وانا بتكلم على الجمعيات القاعديه، تعريف الجمعيات القاعديه هي جمعيه موجوده في القريه، موجوده في المركز، جمعيه بتخدم مكان صغير محدود. احنا بنقدر ان احنا بنشتغل معاها بشكل يعني بشكل كبير، وتبقى هي وسيلتنا في الوصول للناس المستحقه في القرى والاسر. ده شكل من اشكال الاعتماد. في بعض المؤسسات بتعتمد على الطريقه دي. لو انا بتكلم عن صومال حي، احنا بنعتمد بشكل اساسي على المتطوعين. احنا نملك لو بتكلم على صومال حي 20,000 متطوع لو دائم، ولو بتكلم على التحالف في اخر احصائيه او اخر رقم كان 75,000 متطوع دائم. الحقيقه احنا دي وسيلتنا للوصول للمستفيدين والوصول للأسر المستحقة. الحقيقة برضو ان الطريقة دي احنا دايما بنحاول بقدر الامكان ان احنا في متطوع بينزل الأسرة بيعمل بحث حالة وبيعمل دايما الأسرة دي مستحقة او لا. وفي نفس الوقت ان اللي بينفذ الموضوع نفسه متطوع تاني، بحيث ان يبقى حتى فاصلين التنفيذ عن بحوث الاستحقاق، بحيث ان احنا نوصل للأسرة. وحقيقة برضو لما عملنا الميرج اللي احنا بنتكلم عليه بتاع الداتا، ان يبقى في تبادل للداتا، فعلا وجدنا اللي حضرتك بتقولي ان في أسرة كانت بتاخد 6 مرات وسبع مرات، وفي أسرة ما كانتش بتاخد خالص. وده اللي ادانا الدليل ان احنا ازاي نوزع بشكل اكثر عدلا، وازاي ان احنا ان في طبعا الحاجات اللي احنا بنوزعها ممكن يعني ما فيش مشكله ان ممكن اسره تاخد مره او مرتين، بس الفكره ان في اسره ما كانتش بتاخد خالص. فازاي ان احنا نوزن الموضوع طبقا لحاجات برضو يعني مش كده او كده، طبقا لمعايير، طبقا لعدد افراد الاسره، طبقا للمبلغ اللي احنا بنعمله، لان احنا بنقدم خدمات مختلفه. ساعات تبقى كرتونه غذائيه، وممكن نوصل ان احنا نقدم مشروع اقتصادي يعني تريسيكل. ده سؤالي التالي لحضرتك يا أستاذ أحمد. هي فكرة الخدمات المقدمة أو المتنوعة اللي حضراتكم بتقدموها بالتنسيق يعني طبعا مع الجمعيات الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشكل عام، هل بيتم يعني سؤال أهالينا في القرى والمناطق الأكثر احتياجا هما محتاجين إيه؟ يعني إيه أكتر خدمة هما مفتقدينها مثلا في الفترة الحالية، فبالتالي احنا عايزين في المكان الفلاني ده نقدم كروت مثلا مساعدة عشان هم طلبوا كده، ولا بتبقى على اساس ايه توزيع الخدمات في المناطق الجغرافية المختلفة في مصر؟ بص يا فندم، احنا كتحالف مركزين بشكل كبير جدا ان المساعدة اللي هي في شكل كراتين او في شكل حتى كاش اسيستنس، ان احنا بندي مبلغ مالي شهري او مساعدات زي كده، دايما بتكون للناس الغير قادرين على العمل. يعني احنا دايما مش بنقدر ندي الحاجات دي، لا احنا بنركز جدا على الناس اللي هم ما يقدروش يشتغلوا وما يقدروش يعملوا، فبنقدم لهم خدمات تسند معاهم الحياه بتاعتهم والشكل بتاعهم. ده نوع. النوع الثاني اللي احنا بنبقى عايزين نوع من الاستدامه للخدمه. احنا مش عايزين ان احنا نفضل ندي المساعده وفي الاخر الشخص ما يكونش منتج او قادر على العمل. ده نوع تاني اللي هو بننزل نعمل له بحث، بنشوف ايه المهارات اللي هو يقدر يعملها، ايه الشغلانه اللي هو يقدر يكون بيشتغلها، ايه الحاجه المكان اللي هو موجود فيه دوت، ايه الاحتياج من ناحيه مثلا المكان ده مشهور بايه او ممكن يعني يصنع ايه او يشتغل في ايه. في ناس ممكن تبقى تشتغل في صيد، في مراكب صيد، في ناس ممكن تشتغل في بقاله، في ناس ممكن تشتغل في خياطه، في ناس باشكال مختلفه بيشتغلوا في مهن واشياء مختلفه. طبقا للمهارات وطبقا للشخص ده بنشوفه. فكره القدره على العمل، احنا ما بنيجي ندي مشروع اقتصادي، يعني احنا خلال 5 سنين اللي فاتوا ادينا اكتر من 5,000 تريسيكل مثلا، بتكلم على صمام الحياه. التريسيكل دوت بيستخدم استخدامات مختلفه، في نقل، في مشروع صغير، في ان هو ينقل بضاعه، ان هو يعمل عربيه فول، حتى حاجات مختلفه قدرنا ان احنا نقوم بيها في المشروعات اللي احنا بنعملها دي. يعني على حسب البيانات المقدمة لحضراتكم انتوا بتحددوا ايه الخدمات اللي هم محتاجينها فعلا. وكمان بنعمل مجموعة من الدراسة، ان هو مثلا الشخص دوت متأكد ان هو ما يكونش بيروح ناحية المخدرات، بنعمله مجموعة من التحاليل بحيث ان احنا نضمن. يعني احنا المشروع دوت احنا في الاخر 80 على فلوس المتبرع اللي احنا بناخدها، فعايزين ان الفلوس دي
لما تاخدها شخص ان هو خلاص يطلع من حيز ان هو كان شخص مستهلك لحيز شخص ان هو يكون قادر على الانتاج وقادر العوز بالضبط كده. بالضبط كده. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على كل هذه التفاصيل.